انا غادي ندير لواحد اش باغي تيتيش حنا يا الشلوح كنديروا هذا ديال القراب ديال القباب حنا يا الشلوح كنديروا هذا سميتو ديال القراب حنا درنا هذا ديال الرحمن يا رحيم بسم الله يا رحمن يا رحيم بسم الله يا رحيم بسم الله استوي بسم الله يا رحمن يا رحيم بسم الله يا رحمن يا رحيم بسم الله يا رزق شربي بسم الله يا رزق شربي سلام على رسول الله إلى جل سيدنا محمد الله مع الجل علي هذي حنا جاك صدمنا هذاك حنا وحنا مازال الله يعطيك الصحه الله يسخى عليك اختي حنان شكرا لك بزاف مره اخرى ان شاء الله ودرت ما درتش حتى تيش الفال حنان غادي نديروا لها ان شاء الله راه خصني نجي انا بعدا غادي ديروا لي الحنه بغيت نتزوج مورايا تزوجات فاطمة زهرة وتزوج خويا محسن ان شاء الله وتزوج خويا الحسن وغادي تزوج ان شاء الله اختي حنان ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يا ربي خليتي اختي فاطمة حتى فاطمة بغات تزوج بسم الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يسهل لها الصحيحة ديالها وان شاء الله شي رزق وان شاء الله شي سعد يكون دريتها لفاطمة حتى هي فاطمة ديريها برجلها كاك السلام عليكم مشاهدينا الكرام تحيه لكم كبيره وما تصورش حنا كنا كنحماقوا عليكم وكنموتوا عليكم كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله يا ربي جيناكم بالجديد ان شاء الله انتوما كيما كتشوفوا مولاي السلطانه هو دا اللي طول لينا عمرو لالا العروسه راه مهبط عينيها نهبط شويه باش تبان الله يعطيكم الصحه عطيو كلمه للوالد ديالي هو دا السلام عليكم وليداتنا يا بنياتنا كي دايرين شويه لاباس عليكم والعقبه عليكم ان شاء الله كيما تشوفوا الباخت بنا حبصه واليوم ان شاء الله القاعده ديالنا حنا تنجيبوا العروسه ديالنا وتنديروا لها الحنه وغادي نديروا حنا العريس وكما وعدتكم راه لبست الجلابه اللي قلت لكم ها هي لابسها اللي قلت لكم ديك الجلابه ديالي انا غنلبسها انا لبست الجلابه ديالك قال لي قال الوالد ديالي اه مسموح انا تنضحكوا عليك ايوا كيفاش كان احسن زوينه واخا كبيره شويه انت ويد ولا تلبس الجلابه صافي ما عندناش في دار المشكل كاع الله يسلمك الوالد ماشي صحيح المشاهدين ديالنا الله يسهل عليهم والبيض عليهم والعقبه عليهم ان شاء الله والعقبه ديالهم ان شاء الله العرس راه ما غنديروه غير حضرتو ان شاء الله ضروري اه ضروري الله يعطيك ولكن الوالد خصك تخبرهم ب 15 يوم قبل نخبرهم بشهر قال 15 يوم شهر غادي نخبرهم الله يعطيك الصحة الوالد شهر بلا بلا غيكون العرس ان شاء الله الله يعطيك الصحة الوالد يسلك الوالد اش كتقول لي على مولاي السلطان وعلى هادشي اللي حنا كنديروا المهمة السلام عليكم وليداتنا بنياتنا لاباس عليكم كي دايرين وكي درتوا مع الصحيحة وليداتنا وراكم فرحانين معانا وشحال من وحده بنياتي قبيله تاي صغرتي وتاي صليو على النبي وفرحانين فرحانين بزاف بزاف والجلابه اللي قال لكم باكم محمد وهضرت معايا مسكينه قبيله الحاجه خديجه قالت لك الجلابه ديالي والفوقيه ديال الحسن على حسابي داكشي يكون غزال الله يعطيك الله يعطيك الحاجه ديالي خديجه الخير والله يسهل عليكم والعقبه للوليدات ان شاء الله والبنيات اللي تيتمناو يا ربي الله يسهل امورهم كما فرحانين معنا دابا نفرحوا معاهم حنا اكثر اكثر ان شاء الله واش بغيتي يا مولاي السلطان جايك كضوات وجايين كذا وكذا اش كاين بحال حشمه اليوم هي مزيانه القضيه والحمد لله اللهم لك الشكر حساب ديتي كتهضر غير وصلتي لهنايا سكتي الحمد لله على الشيء كاين ايوا كما كتشوفوا معنا تيتي شميه من هي اللي طول لينا عمرها عطوا شي كلمه حتى هي السلام عليكم المشاهدين كي دايرين لاباس عليكم انا جيت هاد الليله عند نسابي الله يسخر ليهم امين ونقبل وليدات كاملين يا ربي ان شاء الله يا ربي والريفيه ديالنا باش توصل الميساج للريافه ديالنا مساكن الله يطول لنا عمرهم يا ربي دابا الريافه كيقول
كيقولوا لك شرحينا بالريفيه ولا كيهضر العربيه كيقول لك رشيده كنا كنبغيوك بقى عاوتاني تعطينا ولكن العربيه رشيده حنا كنهضروا بها هادشي اللي واحد اللي كيهضر وسطنا بالريفيه داكشي اللي كاين هو ما عندي كي ندير خصني ندير هاك وهاك كيفاش الوالد تبيني لهم باش نديروش من عاده عندنا حنايا اللي كان حتى حنا راه عندنا هاد العاده العاده تقريبا المغاربه كلها ملي كيمشيو للوالدين كيخطبوا العروسه وتيوليو العائله د العريس تيعرضوا على العروسه ديالهم وحبابها والديها كيجيو كيشوفوا الدار انا اصلا داروها لي فاش خطبوني مالين الدار وتيديروا لهم العشاء ولا الغداء المهم على حساب وتيحنيو لهم حيت كيقول لك ضروري العروسه ملي تدخل من بعد الخطبه خصك دير لها الفال يعني الحنة ودير لها البيض ديالها حنا كنشاركوا معكم بحكم عيدنا الحفصه الوالده ديالها كنشاركوا معاهم الحنة ديال يعني بحال دابا راه عروستنا صافي يعني ولكن رشيده وصلت لنا وصل للريافه ديالنا الميساج باش يوصلوهم باش يعرفوا الريافين ما مشيتش نمقع عريافه كلشي يعني النواحينا الريف خمي نخطب ثعبات زي الوالدين ينس تعارضيت نتقاس من شر العراضه نتق شويه نفاد جي تسريف النغ يعني لو خطا سريف النغ صافي نعد جميته من داس قاع ناريافه نتق شويه نشحني صافي المهم ما مش تسنمقع العاده المغاربه النغ يمكن كلشي المغاربه تقنت شين اصلا لا ريافه تقنت وحتى الشروح تقنت تصير ايضا يسريت سبنيه وعاد وغنغشر زعما الشروح انا يا حصالك سنيه تبارك الله جاتك غزاله شكون صايبه لك حفصه تيتي اه ما عندي ما شكون هي الحنايه ديالك اليوم يا حفصه؟ بحال بحال البنات بحال بحال اللي حلاتني مزيانه يلاه سيدي نقولوا بسم الله وشكون دابا قلنا الملك انت تحني لهم بحكم هي صغيره وهذه قالت لك لا 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 شفت مسكينه فاطمه كلمه فاطمه كلمه امي الام ديال حفصه باش كتحسي هذا النهار المشاهدين ديالنا كي دايرين لاباس عليكم انتم كما تشوفوا راني فرحانه بنتي حدايا وصلتنا عاد على هاد الناس الله يعمرها دار وخمسين هادي وانا مترفه معاهم ما كنخرج من دارهم دابا ملي داو حفصه انا فرحانه بزاف بزاف كاينه حدايا دابا تهنيتي من حفصه تهنيت بحال اللي كاينه معايا في الدار الحمد لله عندها اللي عندها فيرما بغات تطلع هي داك الشيء الله يعطيك الصحه يا فاطمه الله يعطيك الصحه انت الله يعمرها دار صراحه هما غنشاهدوا معنا احنا عندنا واحد القاعده تركبوا العريس على العود ولكن راه كيطيحوا الوالد اه حصيده هنا اش دا حصيده بقى غادي طلعوا في هذه الحصيده ويجيو مشاهدين اش هذا بهذيكم كيف جيتي اخو علي حسين؟ ربي دابا الوالد دابا قال لكم جلابه هو لبس عليا بغا يركب لنا شي عود واعر لا لا شي عاود يكون صغير هو نعاودو غير كنطبع العاود ما وقفت عند دار حسن هذاك الشيء اللي كاين الوالد ان شاء الله وغادي يختاروا ندير لهم الشيوخ الشيوخ اللي بغاو ان شاء الله نجيبهم لهم الشيوخ هما اللي الحيدوت ان شاء الله يا ربي والله سيدي ربي ينصرهم ويجيبهم على خير الله يسهل عليهم واللي تتمنى شي حاجه الله يعاون سيدي ربي ويوفقها ليا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله عليكم وشي كلمه للحنان اللي ما هضرات ما تكلمهاش شحيتي داك اللي كنتي دايره الفوق انا ضرباتني رماتني مع الجنب صافي انا غا تنسيت معاك سلام عليكم واش راه مشيتو كنت دايره به الشده هكا على راسها اربع طيات صايبوها رشيد عطينا صايبيها حنا كيما كنت صايبها في الاول الشبريه ديال الشلوح هذه قلت لهم على الله تمشي مراتي صح انا راه كتفهم بالزواج على المشاهدين يا سيدي هاد اللعيبه وهادي راه من عند ان شاء الله تكون هاكا كيدير يا صاحبي خليك بها حنان حنان ودابا كما كتعرف ياسين التقاليد ديال الشلوح حنا درنا حنا درنا الحفصه اليوم التقاليد ديال الشلوح 100% غنحنيو لها حنا ديال الناس القدام ما بغيناش نديرو لا زواق لا والو درنا شويه شميعات كما كتشوفوا كنحنيو لكم هادشي هذا انتم المتتبعين داروا هنايا البيض مع الحنا مع الشماع ديكوراسيون صافي رشيد في السرير تجي شويه لا 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 كاينش الوالده بعد
الوالد عينه في البيض ياك بدا مسلوق ولا لا؟ لا في العاده ياسين كنديروا الحنه كنديروا فيها البيض والشمعيني فالزوين البيض وقلب السكر احنا اللي حياتهم ان شاء الله. امين يا رب. احنا يا بناتي انا نهار اللي بغيت ندير الخطوبه بحال هكا بغيت ندير الحنه وداوني مالين داري النيت وداروا لي هذيك البيضه هنا في وسط الشعر هرسوها لي سبع ايام قالك تبقى ديك وراه خلاص قالك سبع ايام تبقى الريحه البيضه راكم عارفين البيضه هي وسبحان الله العظيم كل واحد والقاعده واش قال الواد الواد صبر صبر اش غايدير صبر ما كان لا صبر لا والو وين امتي لها سبع ايام وديك البيضه في وسط راسي. تبارك الله. قالوا لها واحد الناموشيه ديال الشركات غالناموشيه ديال الشركات. في وسط راسي تحشر. تطوى تطوى ديك الناموسيه. تجي تلقاها تحك لك راه تدير بها. انا ما جبناك هنا تحك لك راه. قال هذا واحد الراس قوي دابا تيطلع لها السماء. ولكن الحمد لله الواجب. سلكنا والحمد لله ولات الامور ديالنا وعلى التالي ولات فاقت وحياتي قالت ميتو ولات تتشوف البنات اش يديروا ما جات النيه وبقى دابا بس واحد الميساج هذا راه ميساج قريب دابا شحال ندير العراس تروحوا عند الدار ديال رجالهم في الاول ما عارفينش لا ما عارفينش دابا العراس واش قايده ديالهم واش ود مساعده خدمت ما عرفاش واخا هذا العراس دابا خويا احسن سمح لي نقاطعك دابا الوالد دابا انت بكل صراحه كي جاتك الوالده ديالي دابا دابا راه ولات مزيانه دابا ولات مزيانه صراحه انا الوالد بكل صراحه دابا المتابعين كيشوفوا فينا اش كتقول في الزوجه ديالك الله يعمرها دار ياك يا الحق نقول لك ربي ما عمرها دارت لي شي حاجه ولا عرضتني بشي حاجه ولا تقول لي فين الفلوس ولا شادين بالفلوس ولا ابدا مشاكل بينك وبينها لا 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 مشاكل حتى حاجه ربي الله يستر وانت يا الوالده انا عشر شهر وانا تنحرط حداها غير باش نديها ونولي عندي عاودي عاودي ديك القصه الوالد عافاك عافاك الوالد عافاك وانا المتابعين جداد جاو ولكن شرحها لي بتدقيق كنت ديك الساعه بغينا نديوها بوها مسكين الله يرحمه قال لك اودي حنا مشى خطبتها امي مسكينه الله يرحم الجميع مشات خطبتها من عنده قال لها قالت قدر بغينا حنيمه تعطيها لنا لمحمد قال لها اودي رحمه شنو نقول لك راه حنا ما تنعطيوش حنا البراني حنا بني تكو تنعطيو غير تحيه لبني تكو بعدا تنعطيو غير لديالنا القريب ديالنا ايوا جات امي مسكينه قالت لك اودي راه ما بغاش قدر باش يعطيك كان هو مسكين قرع قالت باش يعطيك حليمه باش يعطينا البنت قالك باش يعطينا حليمه ما بغاش يعطينا حليمه ايوا هي كانت بغات تجي عندنا هي خلاص ميته هي وكانت شي بلاد حداهم وانا خلاص ماشي غير ميت انا كاع مدهون كملنا الوالد القصه كيفاش الوالد بلاتي كانت حداهم واحد نص قدر شادينهم بلاد بلاد يا قال لك باش يرحم ديك هذيك الله يرحمها وليك البلاد كاين حدا الدار ماما قبال الدار قبال الباب ذاك النهار اللي تنحرت انا شي 10 ايام ولا 15 يوم تنحرت في هذاك ما خرجتش تطلع لي غير واحد صغير كنت تحشم كنت تحشم باش عندك بال حجوي بقيت تنحرت واش كملتي مازال راه يلاه قلبت قلت له عاود بديت زريعه واش كلمت تنزرع شي شويه ونرديك زريعه بالعشاء ونولي نهزها عاود الغدا ونرضى واحد النهار هو مشي يجي عندي محزم على واحد الجلابه قال لي يا شريف واش كملتي ديك البلاد ولا ما قلت له مازال شي شويه قال لي سيدي غير خلي داك شويه وزيد تحول مازال شي كل شيء كدير لها قبل الوالده دابا 15 يوم وانت قاعد لي ديك المطيره بوك اش غتكمل هاد الحرفه هو جاب لي عليا مسكين الله يرحمه من تما نكا وهي هذيك هو تلسان عطيت الدق في السابعه وبقيت نحط باش نطلع لهو الله يعطيك باش طلع جيت الوالده طلع لهو جيت الوالده الله وبرد في قضيه طلعت فوق الكليه اه ردني بواحد الحفره مسكين قال لي هو ولد تحت الله يعطيك الصحه وهي هذيك وهي جات وربي يسخر لك والحمد لله ولات الرجال ما بغاش با مسكين الله يرحمه قال لا تا لواحد الليله ومشات عندهم عمتي الله يرحمها حتى هي مسكينه ما تلقاش ما خير من هاد الناس عرفتي البنت تمشي عندها سير قالت له يا قدور احمد الا بغيت يعطيكم قدور المراه سيروا ذبحوا عليهم ذبيحه العار اييه جيبو كيما عاود ما بغاش قالك ما ندبحش عليه قالك بعد الله يديك ذبح على هذا حاجه تجي لنا تخربق علي ديال الوالد جمع شي فليسات قالت يما شاش غادي دير بخرا معك اييه صرات شري شري ذبيحه على راسك والله راه عادي اييه مسكين عندي واحد 10000 خدمه ما شاء من عام الله العظيم يا خويا كنت عزيز عليا ديك 10000 جبتها
نجد بها هاد الاحتيال الوالد. حياتي طويل، كانت ديك الذبيحه مع 6000 ولا 4000. قالت لك كي غنتقداو عاود حنا وتقداو، قال لا غتقداو غير. الحمد لله. هذا شي ريال. الحمد لله. هذيك وربي سخرها طول. تقول المشبع ياسين. الحمد لله. ياسين بالخطوبة وداك الشيء كلشي. الوالد سيدي بالخطوبة ديالي درت السلوم، بقيت كنطلب المشترجم باش كنسمعوش يقولوا هما موافقين ولا لا. ماشي مشكل. ودابا ان شاء الله نبداو في الحنه ان شاء الله. القضيه تطورت ما بقاش داكشي بحال داكشي. ايوا داكشي اللي كاين داز ديك الوقت وداز. داكشي اللي كاين. ودابا غادي نبداو الحنه لاختي حفصه. صراحه غنحلي لهم بالبيضه، انتم تشوفوا الطريقه. بسم الله بالبيضه. بالبيضه عندي. شنو احسن هاد القضيه ديال البيضه؟ وبارون حنا. ايه هنا. هادي هي الحنه والله الا خلطها غير بالمزرعه. ديالها. لا ما غاديش ندير له مع ميلي. زويبه بنتي هنايا وديرهم. كبيره وراه خاصو كيلو. الله يحسن. غادي تعدى عليك الوالده الحسن. هادي احسن القب بشوكي غايجيك القب اخويا. حنا البيضه اللي غنشوفو اش كتقول فيه. غادي نقب بلا شوي. بسم الله يا رب. بسم الله يا رب. يا حنان. بسم الله يا حنان. بسم الله يا حنان. انا غادي ندير لواحد. اش باغيتيش؟ حنايا الشلوح كنديرو هذا ديال القرا. بسم الله يا حنا الشلوح كنديرو هذا سميتو ديال النقرة، حنا درنا هذا ديال بسم الله يا رحمن يا رحيم. بسم الله يا رحمن يا رحيم. بسم الله بسم الله يا رحمن يا رحيم. بسم الله يا رحمن يا رحيم. بسم الله يا رزق شربي. بسم الله يا رزق شربي. سلام على رسول الله إلى جل جسدنا محمد الله معجل عليك. هذي حنان جاك صدنا حنان وحنا مازال حيا ما كلاتش الوالد واقيلا ما كلاتش الشيء. بسم الله يا رحمن يا رحيم. بسم الله يا رحمن يا رحيم. بسم الله يا رزق شربي. بسم الله يا رزق شربي. بسم الله يا رحمن يا رحيم. بسم الله يا رحمن يا رحيم. بسم الله يا رزق شربي. بسم الله يا رزق شربي. غدا بسم الله غدا. 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 قولي شي وحده يا منى. خالتي يا منى قولي لنا شي حاجه. الله يعطيك الخير خالتي يا منى. كما كتشوفوا امي يا منى هي عطات الحسن خويا كتهدي له 100 درهم وحنان حي. حكم راني ما عنديش وهذاك ولكن راني فرحانه لختي حفصه وخويا الحسن يستاهلوا اكثر ولكن يسمحوا لي بزاف. الله يخليك الله يطول عمرك. الله يعطيك الصحه. الله يكملوك. الله يسخر عليك اختي حنان. شكرا لك. بزاف مره اخرى ان شاء الله. ودي تبان انت شاتي تيش الفال حنان. غادي نديرو لها ان شاء الله. راك تيجي انا بعدا غادي ديروا لي الحنه بغيت نتزوج. ملي جيت لهاد الدار عروسه مورايا تزوجات فاطمه زهره وتزوج خويا محسن ان شاء الله وتزوج خويا الحسن وغادي تزوج ان شاء الله اختي حنان. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يجي خويا فاطمه.
حتى فاطمه بغات تزوج انا بسم الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الله يسهل لها في الصحيحه ديالها ان شاء الله شي رزق وان شاء الله شي سعد يكون دريتها فاطمه حتى هي فاطمه دايره برجلها قالك لي والله انت تشكون غير شي خاتي فاطمه شويه انا نسي اغنيه ديال الحنا غادي غطيو الاغنيه ديالو ماي دا سيغمون ماي دا سيغمون لي ماي دا سيغمون لا فاطم زهراء يا دا سيغمون ماي دا سيغمون لي ماي دا سيغمون اجي انا عسان وضو معنا فيكم هادو ناعسين هادو هاد الجوج هادو لا فاطم زهراء يا دا سيغمون حنا دابا الحكم دابا هذا المرض هذا الله يرحم سيدي ربي يجيكم ويجينا كاملين كنا تنديروا القاعده ديالنا حقيقة كنا نعيطوا على خواتاتنا ونعيطوا على بحال خويا يعني يحضر والجيران والعائله كامله تنحضروا تنديروا خير بيه ديال بنادم تنجيبوا الذبيحه وداك الشيء دابا انتم تشوفوا على هذا المرض هذا يسمحوا لنا راه حنا ما لقيناش هاي ما لقيناش وياسين بحكم هذا الشيء هذا الوباء كما قال عمي حتى اختي حفصه راه زينا غير بداك الشيء اللي عندنا في الدار ولو كان لقينا ما حسن والله العظيم معوالين على النقافه وتحيه كبيره للنقافه ويجيو خوتها ويجيو العائله ديالها ويجيو ولكن هادشي راه بزاف هادشي راه تنديروه غير بالسرقه داكشي اللي كاين هو تبارك الله تبارك الله الوالد الوالد تبارك الله حفصه عطيها النور تبارك الله الله يجزيك الله على النور وخويا الحسن حتى هو تبارك الله منور الله يحفظك الحسن ياك راك احسن شمال ولا هو يا شي الوالد غطي عينيك غطي عينيك بديا انا عينيك شعيني راك بعد هذيك 3000 بوكرات كاره حنا مازال معنا من ساعه دابا الوالد ما ديرلهاش سيكون الجاليه المغربيه دخلات غيكونوا ولادنا ان شاء الله الخطوبه الا ما دخلوش هذا العام راه العام الجاي غنديروا ان شاء الله شهر سبعه ان شاء الله يبقى العمر طويل ان شاء الله يا ربي الله يحيينا ويحييكم ويعطيكم امين ما تيتمناوش وغتشارك معاهم كل شيء الوالد كل شيء كل شيء الله نتمنى الناس طياب والماكله والنقافه وحتى تدير قدام بالكاميرا عادي ياكلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله خويا ياسين الله نتمنى هنا شهر سبعه نتزوج انا باش تشاركوا لنا عرس واحد مرحبا ودي حنا مرحبا انتما غتجوج جاي انتما المشاهدين حنا راه غتجوج ما كاينش الزيد الجوج والله الا ديروا والله حنا شحال واحد فيكم منطق يشكرك سبحان الله حنا زوينه حنا زوينه والله حنا زوينه حنينا ما تدخل حتى واحد الدار دابا هنا تبدا من قدامنا وتمشي من هنا وهي سلام انا ندخل عنده انا ندخل عنده وتاكل وتشرب القلب البيض اه القلب البيض داكشي اللي كاين دابا عزيزه علينا الا جات تنفرحوا تدخل عليها مسكينه تدفع الباب وتدخل راسها الا كان فرح مسكينه تتعاون كان فرح تتعاون اللي كان المهم تحضر امين 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 سيدي ربي يفرحها يا ربي امين كما كتشوفوا العرسان ديالنا راه بغاو يمسحوا واقيلا حنا قالت لهم ما يمسحوهاش بلاتي حتى واش غيتعشاو لا ما كنعشاوش يا سيدي العرسان تيتشدلهم يا شا الوالد العرسان تيتشدلهم شايه يا شا الوالد اش قلتي؟ انت شوف حنا كنحكي لك الحسن ما مطابق شاي الحسن قالك صيحي دابا حنا باش ياكل انا ما عرفتش انا كان سيد قادير عرفتي الوالد غير يضيعك الحسن ياك ان شاء الله يجيو الدراري ويحضروا انتم المتتبعين اختي رشيده امي مناتي تيش حفصه خويا الحسن الوالده
مي فاطمه حنان الوالد حسن خويا مسكين هو اللي ما حاضرش راه ديما كيمشي انا ورشي نطلب الله تنطلب الله ان شاء الله ربي يسرح لهم الطريق عبد الرحيم مسكين شحال من عرفت لي اللي ما حضرلوش وما حضرلوش ولكن ديال الحصى والحسن هذا ان شاء الله ضروري يحضر ضروري يجي عبد الرحيم حسين لوليداتنا كاملين كاملين باش عرف واحد القضيه ماما احكي لهم شحال الوالده من ديال الولاد ولدا ودي خمسه ديال الدراري وبنت راني قلتها لهم فاطمه الزهراء جوج عايشين برا في فرنسا واحد في فرنسا واحد بلجيكا هي وثلاثه هما معايا تبارك الله كاين ياسين كاين الحسن كاين حسن وفاطمه الزهراء في خنيفره فاطمه الزهراء في خنيفره عندي غير بنيه وحده هي تبارك الله عليك تبارك الله راه بنيه راه عريسه سمو حليمه الاولى هي هذه هي الحمد لله اش بيا حسن زيني والعروسه الثانيه هي هذه والريفيه ديالنا العروسه الثالثه هي انا راه هي الاولى قالت الثالثه يا شوف انا هي الاولى هي اختي رشيده والله الا سمحي لي انا دابا عيط حسن مسكين قال خليت الغدا غديروه وداك الشيء ساعه باش يحضر باش يحضر ساعه مسكين ما حضرش هي ماشي مشكل الوالد والله يديه على خير ويجيبو على خير ان شاء الله الله يوقف معاه ان شاء الله يا ربي هادي غير فرحه صغيره لحسن اختي بغينا نفرحوا بها حيت هبطات هي والوالده ديالها وبغينا نفرحوا بها الجلبه انا ما تيتهناش تيكونش لا هو الوالد واش يعجبني حسن مغامر بمر الخدمه تبارك الله مغامر وقابل الناس ومحبوب عند الناس واللي ولا اللي بغاه واللي عنده الحاجه ما يحيدهاش ابدا داك الشيء اللي كاين هو الوالد يجي حسن عطينا هاك حسن عطينا هاك وين المعقول صح حسن حسن هو اللي عندنا في الدار المهم كيما كتلقب وقال لك قال لكم شطحوا الفلوس المهم المتتبعين ها انتم كيما شفتوا كيما قلت لكم ها انتم الحنا والمسائين ان شاء الله يا ربي دابا ما بقالنا ان شاء الله غير العشاء ان شاء الله يا ربي واش نتشاو جميعا كيفاش الوالد؟ العشاء هو الاول مرحبا يلاه سيدي نتشاو انتم تمشي لواحد البيت خليو داك الشيء الامانه بيتكم كلها احسن ما تاكل لحى احسن خايف منك الوالد تبارك الله عليكم ودابا المشاهدين بقى لنا غير العشاء ان شاء الله شاركوا معكم يا ربي ان شاء الله وليداتنا والله يسخر لكم والله يكمل عليكم والله يجعل ربي يعاونكم الله يعاونكم وليداتنا الله يجعلكم بركه في الجريه ديالكم امين ربي امين نتوما المتتبعين ديالنا سالينا معكم هاد الجليسه الزوينه الفنه نشوف احسن اخويا كيخرج لك الحنه تبارك الله نشوف ديال اختي تيتيش كيخرجات ما شاء الله عليكم نشوف احسن تيا تبارك الله ما شاء الله والله يكمل عليكم بالخير اختي ان شاء الله يا ربي واخت رشيده راه خدمت لنا ان شاء الله نتوما نشوف اختي رشيده زيدي عندي لهنايا خويا الطبق ديالنا تبارك الله اختي رشيده شي جيتي دابا نطلبوا منك المتتبعين انك توريهم الطريقه المساعده مرحبا اي حاجه شافوها في لي فيديو ديالنا وبغاو نقدمها لهم على الراس والعين تبارك الله اختي رشيده ما شاء الله ونتمنى من مالين الدار يقبلوا لي واش الوالد العريس والعروسه ومال الوالد ايوا شكرا جزيلا قولوا بالسلامه معاهم وقولوا باي باي للمشاهدين ديالنا السلام عليكم وليداتنا باي باي السلام عليكم قال لهم بسم الله عليكم Ha ha ha!